السيدات والسادة، لقد حققت المرأة الإفريقية العديد من المكتسبات في مجالات كالتعليم والصحة والمشاركة السياسية، إلا أنها لا تزال تعاني من تحديات مختلفة في مجالات العمل والتوظيف، إلى جانب استمرار القوالب النمطية السلبية عند التعامل مع المرأة في عدد من المجتمعات، إضافة إلى الموروثات والعادات والتقاليد الضارة، فضلاً عن كونها من أكثر الفئات تضرراً من تدهور أوضاع السلم والأمن في مناطق عدة، بما في ذلك الأنماط الجديدة للتهديدات الأمنية غير التقليدية كالإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار في الأفراد، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة واستكمال المسيرة لتحقيق المزيد من خلال جهد صادق وحثيث وخطوات عملية. السيدات والسادة الحضور، لقد كانت مصر خلال السنوات الأخيرة مسرحاً لثورتين شعبيتين عظيمتين حولت المشهد السياسي فيها، وكان الشعب هو القوة الدافعة وراء هاتين الثورتين، وتعمل الحكومة على تلبية نداء الشعب من خلال دستور يضع في مادته الخامسة حقوق الإنسان ضمن الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وينص على أن التمييز والحض على الكراهية جرائم غير خاضعة للتقادم، ويلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن العلاقة بين الفرد والدولة تقوم على المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وينص على ضمان الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية وحرية المعتقد وحرية الفكر والرأي والإبداع الفني والأدبي والصحافة والطباعة وغيرها من الحقوق والحريات غير المسبوقة في الدساتير المصرية. وانطلاقاً من قناعة ذاتية بمحورية حقوق الإنسان كمكون عام في استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، فإننا في مصر في سباق مع الزمن لتحقيق التطوير الذي ننشده لأنفسنا، ونعمل في سبيل ذلك على أكثر من محور لترقية المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية مؤسسياً وبشرياً، وبالتوازي مع تطوير السياسات والأداء على كل المستويات، وتوفير آليات التصحيح الذاتي والانتصاف الوطني الفعالة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في المناهج التعليمية. إن الهدف الأسمى لهذه الإصلاحات هو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتمتع فيها المصريون بكافة الحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا الإطار صدر في نوفمبر من العام الماضي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ليعكس إدراكاً بأهمية وجود كيان حكومي دائم يعنى بالأساس بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وبناء القدرات البشرية المتخصصة، وضمان الالتزام بالتعهدات الدولية ذات الصلة. ولم يغفر المشرع المصري حقوق ذوي الإعاقة، حيث اعتمد مجلس النواب القانون الخاص بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، بما يسمح للمجلس بممارسة صلاحياته والعمل على الارتقاء بأوضاع تلك الفئة العزيزة من أبناء المجتمع.